هنطلع مع فقرة شيف نسرين سنادة من كندا ونشوف عملنا أكل إيه النهاردة. صباح الفل والهنا عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. دي أول حلقة لنا نعملها هنا من كندا. كل سنة وانت طيبة يا أميرة، ويا رب السنة تكون خير وبركة عليكي وعلى الكرو كله. النهاردة بقى معانا أربع تتبيلات للفراخ تحفة، أنا ما بقدرش أستغنى عن ولا واحدة فيهم. وميزة الأربع تتبيلات دول إن هم ممكن يقعدوا في الفريزر حوالي 3 شهور ما يحصل لهمش أي حاجة، وبيطلع طعمهم أحلى كمان. تعالوا نبتدي بأول تتبيلة. طبعا تتبيلة الشاورما استحالة، طبعا مفيش حد يكون بيحب ما بيحبش الشاورما. يعني معانا طبق فيه كيلو صدور فراخ متقطعة شرايح، كوباية عصير برتقال، ربع كوباية زيت زيتون، معلقتين دبس رمان، ومعايا بقى في الطبق ده معلقتين كبار ثوم مفروم، ومعلقة دبس فلفل حامي، ومعلقة دبس فلفل بارد، ومعلقتين كاتشب، وزبادي. هنا معانا حوالي تقريبا 4 معالق زبادي. الطبق ده بقى فيه تركيب البهارات، طبعا احنا بما ان معانا دنادي عمل لنا احلى بهارات، فالطبق ده بقى فيه ميكس من كل البهارات اللي هو عملها لنا، فيه كزبرة وكمون وجنزبيل وبابريكا وحبهان وقرنفل، توم باودر، بصل باودر، وفلفل اسود. هنبتدي بقى نعمل الشاورما. اول حاجة احنا هنخلط، احنا بس نسأل نفسنا شوية كده. اول حاجة نحط عصير البرتقال وزيت الزيتون. عصير البرتقال بيخلي طعم الشاورما بجد تحفة يعني. ودبس بالرمان. وطبعا في كمان ممكن نستعمل الهريسة لو مش عايزين نستعمل دبس الفلفل. نحط الزبادي ومجموعة البهارات اللي احنا قلنا عليها دي كلها. نخلط بقى كله 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 على بعض، بس نشيل هنا نوسع لنفسنا. نخلط كله كله جامد. طمنوني عملتوا ايه في راس السنة. يا رب تكون سنة مليانة خير وبركة وجبر خواطر لكل حد نفسه في حاجة ربنا يحققها له يا رب، ويفك كرب أي حد عنده أي حاجة مضايقاه. وحشتيني يا أميرة. احنا كده قلبنا كل التوابل، هننزل بقى عليها صدور الفراخ. وطبعا عايزة تعملي ميكس بين الصدور وبين الوراك مفيش اي مشكله، تبقى احلى واحلى. بس انا المشكله عندي ان انا في البيت عندي مش بيحبوا الورق قوي يعني، فعلشان كده بفضل اشتغل بالصدور بالشاورما بالذات يعني. كده احنا يعني حاجه مفيش اسهل من كده بجد، طعمها بيبقى خطير يعني. احنا والوصفات دي طبعا لأي بنت متجوزة جديد بتشتغل، عايزة طبعا تبقى مرتبة حاجات في الفريزر راجعة من الشغل، ما تبقاش مشغولة هتطبخ ايه وهتعمل ايه. التربيلات دي كلها بتبقى في الفريزر يا دوب بتبقى مطلعاها وتتسوى على طول. وطبعا احنا متفقين الفترة دي ان احنا بنسهل على نفسنا وبنعمل حاجات بسيطة وسريعة نحضر نفسنا لرمضان، وكل سنة وانتم طيبين. مفيش اسهل من كده. حضرنا تتبيله الشاورما، هي اهم حاجه في التتبيلات دي ان احنا نشيلها في كونتينر يعني بيتقفل كويس يعني، علشان نضمن ان مفيش اي حاجه تقرب ليها تغير الطعم يعني، او اي حاجات تاثر على مثلا حاجه انت حطاها في الفريزر او كده. بس هي لازم تكون في كونتينر
بالاكل كويس كده. خلصنا اول تتبيله، ندخل بقى مع بعض على التتبيله الثانيه. التتبيله الثانيه دي بقى تندوري هندي، واحنا ان شاء الله النهارده هنعملها زي بتاعه المطاعم واحلى كمان. فتعالوا بقى نقول المقادير. هنا معانا برضو كيلو دبابيس الفراخ، معايا حوالي 4 معالق كبار عصير ليمون، هنا معايا حوالي نص كوبايه زيت. عايزه تحطي زيت زيتون حطي، زيت نباتي حطي، في هنا مش هتفرق خالص. و4 معالق زبادي. هنا بقى معانا معلقه كبيره ملح، ونص معلقه توم باودر، ومعلقه كبيره بابريكا، وكمون وكزبره، وهنا معايا معلقه كركم، ومعلقه كاري، والاساس في الوصفه دي الجرام مسالا. بهارات الجرام مسالا دي بهارات هندي هتلاقيها موجوده في العطار عادي، يعني هي بقت متاحه يعني او في اي سوبر ماركت موجوده، ما تقلقيش خالص يعني. فاحنا خلينا نتبل دلوقتي التندوري. اول حاجه طبعا نفضي الزبادي، وانا هنا بستعمل الزبادي اليوناني، ان الزبادي اليوناني بيبقى تقيل فبيحلي التتبيلات قوي يعني. هنا الليمون حطينا والزيت، بس برضو مش يعني مش هنعقد نفسنا لو مفيش الزبادي اليوناني، يعني زبادي تاني عادي مفيش مشكله خالص. وهنا تتبيله البهارات، وزي ما بنقول بصراحه يعني ده نادي عامل هنا بهارات فريش خالص يعني. فهي دي لو ما كانتش البهارات فريش مش هتطلع الحاجه حلوه للدرجه دي يعني. فاحنا هنا دلوقتي عملنا التتبيله هنا، بس في بقى مكون هنا لو احنا حابين نطلع لونها زي بتاعه المطاعم، فهنحط نقطتين لون احمر علشان نديها كده نفس المنظر بتاع بره يعني. عايزه تزودي لون كمان زودي، مفيش مشكله خالص يعني. هو ده مجرد لون، ده لون صحي مفيهوش اي ضرر يعني. هننزل طبعا الدبابيس، وزي ما بقول لكم الميزه في التتبيلات دي 3 شهور انت عامله مجموعه تتبيلات في الفريزر وناسياها خالص يعني. وطبعا ترجعي من الشغل او مكسله مش عايزه تطبخي النهارده، ما تبقيش هناكل ايه وهنجيب حاجه من بره. لا احنا هنا كده عندنا تتبيلاتنا الفظيعه دي محطوطه في الفريزر لاي زنقه لاي وقت، كله انت كده في الامان يعني. كده احنا ممكن تبلناها كويس، وزي ما برضو قلت في التتبيله الاولانيه ان احنا لازم تتحط في كونتينر محكوم يعني. تمام، مش قادره اوصف لكم ريحه التوابل عامله ازاي، تحفه بجد يعني. احنا كده خلصنا تاني وصفه، هنحطها بس دلوقتي وفي الاخر نحطها في الكونتينر. اما بقى الوصفه دي بقى سريعه وطعمها في الشوي فظيعه جدا يعني. احنا هنا معانا فرخه كامله، طبعا الفرخه دي انا شايله السلسله بتاعت الظهر وغسلها طبعا كويس جدا ومتنشفه. اهم حاجه عشان نبقى متفقين في وصفات الفراخ ان لما بتغسليها كويس وتحطيها في منقوع المحلول بتاعها ده بتشيل اي زفاره، ولازم قبل ما تحطيها في اي تتبيله لازم تكوني منشفاها كويس جدا جدا جدا. دي اهم حاجه في الفراخ بصراحه. احنا بقى يا ستي معانا ايه؟ معانا هنا طماطمايه وبصلايه صغيره وفصين ثوم انا ضربتهم كده، ومعانا
4 معالق زيت، برضو عايز تحطي زيت زيتون حطي، زيت نباتي حطي، مش بتفرق خالص يعني. وهنا معانا صويا صوص ودبس رمان برضو وخل. اما بهاراتنا اللي احنا مش بنستغنى عنها بقى طبعا، معايا توم باودر وحبهان وجنزبيل وشويه كركم وسبع بهارات وفلفل اسود بس كده. وهنا انا حاطه عليها عود روزماري. روزماري انا بحطه معاها في الكونتينر، بيعمل ريحه حلوه جدا. خليني دلوقتي يلا بينا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا. هننزل الطماطم وعليها الزيت شويه من دبس الرمان. دبس الرمان بقى يا جماعه بيدي مزازه وطعم في الفراخ بجد تحفه تحفه يعني. وصويا صوص، هنا انا جايبه صويا صوص اللي هي وسط يعني، علشان تبقى ما تبقاش حاده قوي يعني، خصوصا ان احنا كمان هنحط شويه خل، فعلشان كده هنا حطينا شويه خل وبهاراتنا الفظيعه دي. نقلب بقى كل الخليط ده. انا نفسي بجد تشموا ريحه الحاجه يعني، تخيلوا كده احنا لسه ما حطيناهاش ولا اي حاجه خالص. شوفوا بقى انتوا، تخيلوا الطعم ده لما الفرخه تقعد فيه 3 شهور، انتوا شوفوا بقى هتاكلوا حاجه عامله ازاي يعني، زبده. هنا انا كمان هحط عود الروزميري، انا مش باخد من بسيبه كده، يبقى سهل عليا لما اجي اطلعها واشويها، يبقى سهل قوي يعني. هنا بس قبل السمك السريع عشان ننزل الفرخة. فالنهاردة انا مختار لكم 4 تتبيلات بالنسبة لي احلى تتبيلات بصراحة يعني. في طبعا تتبيلات كتير بس يعني دول من المميزين يعني. احنا زي ما اتفقنا الفرخة مغسولة كويس قوي متنشفة، هننزلها هنا فرختنا بس قلوزة شوية، هندخلها هنا كده، نحط فوقيها كل التتبيلة. بجد نفسي يا أميرة كنت تبقي واقفة علشان تشمي الريحة عاملة ازاي يعني. بس معلش يا أميرة النهاردة مفيش ان انت تدوقي، تدوقي بقى لما نسويها المرة الجاية ان شاء الله. تمام، احنا كده بس نشيل عشان انا مش بحب بصراحة يكون على الكاونتر في حاجة. كده خلصنا التتبيلة، بجد يعني هي مفيش اسهل من كده. ربع تتبيلة دي بقى بجد التتبيلة المفضلة بالنسبة لي، دي تتبيلة انا بصراحة اكلتها في اليونان، وسألت المطعم اللي اكلت فيه ايه اللي بتحطوا فيها انها تطلع بالحلاوة دي، مع انها بسيطة جدا بس تتبيلة فعلا مميزة يعني. التتبيلة دي حلوة حلاوة بوعدكم يعني، ان انتوا لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها. احنا هنا معانا برضو كيلو فراخ متقطعة مكعبات كده، ومعانا يعني 3/4 كوبايات زبادي، وحوالي 4-5 معالق زيت زيتون. هنا بقى لازم زيت زيتون عشان نبقى متفقين يعني. فصين 3 توم، وطبعا دنادي عامل لنا التوم المفروم اللي استحاله اقدر استغنى عنه، فعلى طول بستعمله. وهنا بقى معايا معلقه كبيره فلفل بارد، ومعلقه
يعني مش كبيرة برضو، خلينا نقول معلقة صغيرة فلفل حراق لبن. ده لو حد عايز يخلي لونها شوية احمر، مش عايز خلي شوية لونها احمر بنستغنى عن الفلفل، انا حطاه كأوبشن يعني. وهنا معايا بقى معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة فلفل اسود وتوم باودر. وهنا ده بقى خليط من الروزميري والزعتر، بس هو روزميري وزعتر بس، يا ريت نجيبهم من حد كويس عشان ريحة الروزميري والزعتر لما بتكون قوية هنا بتبقى حلوة جدا يعني. فاحنا هنمسك التوابل والزبادي هنا برضو زي ما انا قلت لكم، انا مستعمله الزبادي اليوناني ان بيبقى تقيل وحلو قوي. زيت الزيتون والثوم زي ما بقول لكم، حابين تبقى شويه حراقه ولونها على احمر شويه نحط، مش حابين مفيش اي مشكله ممكن نستغنى عنها يعني. فانا بصراحه هستغنى عنها النهارده يعني، انا حطيتها كده بس لا هستغنى عنها، ان احنا كل التتبيلات الثانيه فيها دبس فلفل، فخلينا شويه نغير. هو اصلا الوصفه الاساسيه بصراحه ما فيهاش دبس الفلفل، بس عشان انا بحب نكهته قوي فكتير بحطه في وصفات كتير، فلكن هو في الوصفة الأساسية مش موجود دبس الفلفل. فاحنا النهاردة خلينا نعمل الوصفة الأساسية بالظبط، ما نضيفش حاجة من عندنا يعني. ايه رأيكم؟ في أسرع طريقة، عملنا أربع تتبيلات هتحطيهم في الفريزر وهتشيلي هم أي حاجة يعني. بصي جالك ضيوف على سهوة اي حاجة، خلاص انتي مش شايلة هم هأكلهم ايه او هعمل ايه، لا انتي مطمنة في الفريزر تتبيلات جاهزة، يا دوب انتي هتطلعي هتشوي. والفراخ اليوناني دي بقى ممكن بقى بنسويها ازاي؟ ممكن بنحطها في السياخ وعلى الطاسة كده او في الفرن. انا بحبها بصراحة اعمل طبقة بطاطس تخينة كده شوية في الصينية وعليها شوية حلقات بصل واروح حاطه فوقيهم التتبيله. والله بصوا انتوا مش قادرين تتخيلوا ريحتها عامله ازاي، تروح حاطينها فوقيها وتتقفل بفويل وعلى الفرن درجه حراره 200، كل واحد طبعا على حسب الفرن بتاعه، لحد ما تستوي يعني. كلوا بقى اطعم صدور فراخ بتتبيله يوناني خطيره. هنفضيها برده زي ما قلنا في كونتينر. الولاد عاملين ايه في الامتحانات؟ انا عارفه ان مصر دلوقتي الولاد بيمتحنوا، ربنا يوقف معاهم ويسهلها لهم يا رب، وتكون الامتحانات سهله وبسيطه عليهم. كده خلصنا دلوقتي اهي التتبيله اليوناني الشاورما بتاعتنا الفرخه الرهيبه دي بقى في الشوي مش قادره اقول لكم. وهنا التندوري كمان انا هنا بشيل بصراحه الجلد بتاع الدبابيس عشان انا مش بحب الجلد خالص بصراحه يعني، فعلى طول بشيله، لكن هو في ناس كتير بتحبه تخلوه عادي يعني، بس انا مش صحاب احنا الاثنين انا والجلد بصراحه، فبشيله. وبنعمل فتحات في الورك هنا علشان التتبيله تدخل بقى جوه اللحمه قوي وتبقي لها اكله الدبوس جوسي كده والخلطه داخله فيه وتستمتعي بكل قطمه. انا بجد نفسي تجربوا الوصفات دي او التتبيلات دي وادعوا لي يعني، بجد هتدوقي انا متاكده يعني. احنا بقى ممكن نخليهم كده دلوقتي عشان تشوفوا، بعدين انا ابقى اشيلهم في الكونتينر بعد كده.
انا عايزه بس يا ريت الكاميرا تقرب تشوف التتبيل. من اسهل التتبيلات واحلى التتبيلات اللي ممكن تاكلوها في حياتكم. احنا الحلقات دي كلها احنا هنعمل وصفات سهله وتسهل على سيره البيت، وبما ان ده نادي اصلا عمل لنا حاجات تسهل علينا، التوابل الفظيعه والثوم المفروم والبصل هو مسهلها علينا، فاحنا كمان ما نصعبهاش على نفسنا، نعمل بقى احنا تتبيلات بالتوابل بتاعته الخطيره دي ونشيلها في الفريزر. التتبيلات دي هتوفر علينا زي ما قلنا وقت طويل جدا، وهتكون طعمها احلى واحلى كل ما تقعد. زي ما قلت لكم كل تتبيله من دول تقعد في الفريزر 3 شهور، بس تقعد في الثلاجه يعني 4 ايام ماكسيمم مش اكتر من كده. فدول تتبيلات علشان الفريزر، لكن اللي حابب يحطهم في الثلاجه ما يزيدوش عن 4 ايام. ويا رب تكون التتبيله النهارده عجبتكم والحلقه عجبتكم، وانا مبسوطه جدا ان انا بصور لكم الحلقه دي من كندا. انتوا بجد وحشتوني، ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عام مليان بركه وخير على الجميع. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.